لا يمكن للدفوف الأصيلة أن تسمع صوتها إلا بعد عملية التسخين، لتتلوها رحلة جماعية نحو آفاق الرقص الشعبي التقليدي المعروف بفن أحواش. واحد الناس ديال المنطقه مهتمين به غادي يستمر ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبحال هاد المهرجانات اللي كيعطيو واحد الاستمراريه ديالو، وكنتمناو كنتمنى من قلب الخالص يستمر يتكرر هذا المهرجان ان شاء الله سنويا. ولكن كاين بعض انواع ديال الاحواش اخرى ما بقاش مستمره. تلوات الواقعة في جبال الأطلس الكبير ما تزال تحافظ على تقاليد فن أحواش المتوارثة ما بين الرجال كما بين النساء، ولا تمر مناسبة دونه. ما تزال عاداتنا هنا تحتفي بفن أحواش، فهو حاضر في عدة مناسبات وأفراح، إنه تتويج فرحة القرية. دايماً نتنيد الحشب غادي يساهم في الحفاظ على التراث. اولا تجمع بين الاصاله والمعاصره، بين الاصاله في الحفاظ على التراث واحياء بعض التراث القديم مثل الحضرت، ارسل نوارق، المخوض اتحيو علي، ومجموعه من التراث اللي بدينا تنفقدوه وبدا تيمشي، وبالتالي حاولنا من خلال هذه المحطه باش اننا ان شاء الله نعود نحيو. يرتفع الإيقاع وترتفع الآهات نحو إكمال الجزء الأول من سهرة فن أحواش، فهذا الفن لا يكاد يعرف له نهاية بفضل الفرجة التي يحققها للجميع.